الاول اعرف نوع بشرتي ازاي. انا لو بشرتي دهنيه هبص الاقيها انها بتلمع على طول، احط ميك اب الاقيه بيسيح على طول، تمام، ما بتستحملش. البشره المعرضه اكتر انها تطلع حبوب، ايوه دي البشره الدهنيه. البشره المختلطه بتبقى بشره الاتنين مع بعض جافه، يعني من الجنب جافه، ومنطقه التي زون دي بتطلع دهون كتير. في سيستم معين يومي بشكل عام لاي نوع من انواع البشره نمشي عليه من الصبح كده بالليل نبدا نمشي عليه بحيث ان احنا نحافظ طبعًا على جلدنا وبشرتنا؟ طبعا طبعا احنا نبدا بالايدج الاول حسب العمر بتاعنا. يعني احنا طبعا الكير بتاع العشرينات غير كير الثلاثينات غير كير الاربعينات، تمام. في حاجه مهمه جدا يعني يعتبر متوحده على كل انواع كل الايدجز بكل انواع البشرات، وهو سامروك، واقي الشمس، سان بلوك. ده حاجة مهمة جدا. أنا من عمر سي مثلا من العشرين وأنا لازم أحط سان بلوك. الكلام ده وإحنا خارجين صيف شتاء. ده بالنسبة عشان للكير، عشان نحمي نفسنا من أشعة الشمس. ده بالنسبة للكير. طيب لو نفترض إن أنا قاعدة في البيت وعايزة اعتناء يومي ببشرتي، أنا قاعدة في البيت بصحى الصبح أعمل إيه وبهتم إزاي وقبل ما بنام بعمل إيه؟ تمام. برضو قلت لك لازم نعرف نوع البشرة. عرفنا نوع البشرة هنعرف أنا بجيب غسول ينفع لبشرتي الدهنيه ولا لبشرتي الجافه، تمام. عرفت نوع بشرتي هعمل ايه بقى الكير. اول حاجه طبعا اهتمام بنظافه البشره نفسها مهم جدا. اوكي. اول ما بصحى الصبح سي انا بشرتي جافه لازم احط المرطب بتاعها. بعد نص ساعه ابدا احط صن بلوك وانا نازله او وانا قاعده في البيت. صن بلوك وانا قاعده في البيت. ايه بقى اهميه صن بلوك وانا في البيت؟ احنا في بيوتنا العاديه اضاءه الشمس اللي داخله حتى من الشبابيك العاديه دي اضاءه يعني هي بتاثر نفس التاثير لو انا نزلت في الشارع. سيان. اوكي. لكن صن بلوك ده ملهوش اي سايد افكت، اي اثار جانبيه؟ بالعكس خالص، سيف سيف جدا. وبالعكس هو بيحمي لي بشرتي من كل حاجه. اشعه الشمس دي اكتر حاجه مضره لينا. اشعه الشمس بتخليني بشرتي تجعد بسرعه، بتطلع تصبغات بطريقه عاليه جدا. فاشعه الشمس دي حاجه مضره جدا. فالصن بلوك ليه بقول لك ده الحاجه السحريه بتاع البشره. طب بالنسبه للسكرابات تنصحينا ان احنا نستخدمها بشكل يومي؟ يعني حضرتك قلتي اول لما نصحى من النوم بيبقى فيه غسول وبنحط صن بلوك، ممكن بقى في اثناء اليوم لو أعمل البشره لو البشره الدهنيه هحط صن بلوك على طول. لو بشرتي جافه هحط الاول الكريم المغذي، ايوه، او الكريم المرطب واستنى ربع ساعه نص ساعه وابدا احط صن بلوك، تمام. وحط صن بلوك قبل ما بنزل ما بتعرض للشمس بربع ساعه او نص ساعه. اوكي. لكن السكرابس زي ما بتقولي اميره، السكرابس دي المفروض ان انا بستخدمها على حسب برضو البشره. على بشرتي لو دهنيه هستخدمها من مره لمرتين في الاسبوع. اوكي. الجافه لا، مره في الاسبوع كفايه قوي، هي لان هي حاجه اوريدي بتعمل سكراب اكسفوليشن للبشره. فانها يعني ممكن تعملي دراينس شويه في البشره، فالمفروض ان انا بعملها بستخدمها بس بليمت برضو. طب قبل النوم؟ قبل النوم مهم جدا في حاجه اسمها نايت كير وفي حاجه اسمها دي كير. الدي كير اللي هو كريم المرطب الصبح، والنايت كير اللي هو الكريم المغذي للبشره بالليل. ايوه تمام. على حسب برضو بشرتي الفكره. كلها ان انا خلاص عرفت الكريمز اللي تنفع مع البشره دي، فانا بروح اجيبها من الصيدليه، تمام، او الدكتورز بيقول لي عليها. طيب.